وأما عن الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلاً وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على محافظات ومدن الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية.